المبيعات بزاف والاستهلاك بزاف. اي مشروع كيكون فيه الاستهلاك بزاف والمبيعات بزاف كيكون مربح بزاف. اذا اخوان كما كتشوفوا في الاول تقدر تبدا غير يعني في غير مع يعني المحيط، من بعد ان شاء الله تقدر توسع وتعمل يعني شركه. كيجي يعني الرولو ديال ديك الالومنيوم يعني كيكون رولو كتركبو في الماكينه، وهو والماكينه كتقوم بالضغط ديال هذاك الرولو يعني على شكل صفحات، وكتخرج لك منهم اطباق ديال الالومنيوم. كتعدل له القالب ديالك كيف ما بغيتي، وكتعدل له يعني تقدر تحفر حتى اللوغو ديالك فيه. السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وحنا رجعنا لكم فيديو جديد. بالنسبه للناس اللي امرك شاهدوا الفيديو ديالنا، طبعا ما تنساوش اشترك في القناه والبطونه تحت الكل الحمراء، وكذلك تفعيل الجرس يوصلكم ديما الجديد بخصوص هذه القناه ان شاء الله، قناه عالم مشاريع. فاذا عجبكم الاخوان المحتوى ما تنساوش تدعمونا لايك لهذا الفيديو هذا، يوصل يعني الفيديو ان شاء الله لاكبر عدد من المشاهدين، وكل شيء يستفاد لاننا الحمد لله كنقدموا محتوى هادف. يعني ان شاء الله الهدف ديالنا هو يعني كل شيء يخرج بواحد مشروع مستقل، ما يبقاش خدام مع الناس ويعيش الحريه الماليه، لما لا. اذا الاخوان كما تشوف مقدمه ديال الفيديو اليوم، الحمد لله يعني عندنا فكره حتى هي من الافكار اللي كتعتبر يعني ناجحه، يعني سواء في المغرب او لا في الدول العربيه، اللي هي كتشوف معايا في مقدمه الفيديو اله ديال صناعه يعني الاطباق ديال الالومنيوم الهيدروليجيه. يعني هذا النوع من الاطباق الاخوان راه كيتستهلك بشكل كبير الاخوان، خصوصا يعني في هاد الاواني الاخيره كما كتعرفوا، يعني تزايد الطلبات على الوجبات السريعه والامبورتي الى غير ذلك، اللي يعني هذه الاخوان كتبقى من انجح الالات. ونبداو قبل ما نبدا الاخوان نشوفوا الثمن ديالها. الثمن ديال هذه الاله هذه كيتراوح ما بين 5800 دولار، يعني ما بين 2000 دولار حتى 5800 دولار. هاد الالات الاخوان راه موجودين بصراحه بشكل كبير. هاد الالات راه فيهم جوج انواع، كاين الات ديال الات اللي كيخدموا ديال الورق، وكاين الالات اللي كيعدلوا الاطباق ديال الالومنيوم. فهاد الالات الاخوان كتعتبروا بصراحه من الالات المربحه، يعني بزاف الناس يقدروا يبداو بهاد الاله هذه. وكما كتعرفوا راه يعني كاين بزاف الاشخاص يقول لك ما كاينش راس المال اللي نقدر نبدا به هذا المشروع هذا. فكما كتعرفوا الاخوان الحمد لله دابا كاين يعني الناس يعني كيقدموا طلب ديال الدعم وكيستافدوا، يعني بزاف الناس كنعرفوهم استافدوا يعني بشتى المشاريع. يكفي انك تعمل دراسه الجدوى ديال هذا المشروع هذا يعني بشكل دقيق، باش ان شاء الله تكون المشروع ديالك ناجح، ومنين تكون كتهضر يعني مع اللجنه تكون عارف راسك شنو باغي. كما كتعرفوا هذه الاله هذه يعني عباره عن اله ديال الضغط، يعني كتبريسي، وهذه الاله هذه كتبدل لها ديك الرؤوس ديالها. يعني الا بغيتي تخرج مثلا طبق على شكل دائري كتركب المول ديال الدائري، الا بغيتي تركب طبق يعني ديال يعني مستطيل كتركب يعني كتركب هذاك المول او القالب يعني على شكل مستطيل. وكما كتعرفوا بالنسبه للمواد الاوليه ديالو كيجي يعني الرولو ديال ديك الالومنيوم، يعني كيكون رولو كتركبو في الماكينه، وهو والماكينه كتقوم بالضغط ديال هذاك الرولو يعني على شكل صفحات، وكتخرج لك منهم اطباق ديال الالومنيوم كما كتشوفوا. وكذلك كتحكم لها عندها واحد التاكتيل، كتحكم لها في السرعه ديالها، في الدقه يعني في السرعه، وكذلك في الحجم ديال داك الطبق الاخوان. وكذلك يعني كتحكم لها في البريسيون ديالها، في قوه الضغط ديالها. يعني صراحه اله كامله مكموله الاخوان. كما كتشوفوا راه هاد الالات هادو راه حاليا كاينين في المغرب الحمد لله. انا نخليكم رابط يعني الشراء ديال هاد الالات هذا في صندوق الوصف. بالنسبه للناس اللي كيشقسمني كيقول لك راه ما كتحطناش يعني فين كاينين الالات، راه كنحط راه كاين كيكون في صندوق الوصف لتحت، كيكون يعني فين كيتباعوا هاد الالات هادو. كما كتشوفوا اله سريعه تقدر تخرج لك بزاف ديال يعني ديال الاطباق ديال الالومنيوم في الساعه، صراحه اله سريعه. وكذلك الاخوان كما كتشوفوا فيها الزواقات، تقدر تعمل طبع حتى لا مارك ديالك في داك الطبق ديال الالومنيوم الاخوان. وهادو الاخوان يعني طريقه التسويق، عاود الناس كيسقسوني بزاف على طريقه ديال التسويق، كيفاش غادي يمكن نسوقوا هذا المنتوج هذا.
الناس يعني اخوان كتختلف الطريقه ديال التسويق ديال كل واحد، ولكن الحمد لله دابا مع كاين المواقع التواصل الاجتماعي يعني الحمد لله يعني هادو كيسهلوا بزاف يعني طريقه التسويق. شحال هادي كان يعني باش تقدر تسوق المنتوج ديالك خاصك تخرج الدور بيدك، عندك منتوجات كتكون كتحملهم بيدك وكتخرج الدور على المطاعم والى غير ذلك اللي كيستهلكوا هاد الاطباق ديال الالمنيوم. دابا تختلفت الاخوان القاعده، دابا غير من مواقع التواصل الاجتماعي كتقوم يعني ب بالتعزيز المنشور ديالك يعني ب يعني كتدعمه يعني بحملة إشهارية يا سواء من طرف الفيسبوك او لا من طرف الانستغرام الى غير ذلك، وكتقوم بجلب الزبناء وبصراحة طريقة احترافية وعندها نتيجة يعني كتبان يعني كتبان يعني على المنشور ديالك الاخوان. اذا الاخوان كما كتشوفوا في الاول تقدر تبدا غير يعني في غير مع يعني المحيط، من بعد ان شاء الله تقدر توسع وتعمل يعني شركه ديالك كبيره ديال هذه الصناعه ديال الاطباق ديال الالمنيوم. كما كتعرفوا الاخوان هذا المشروع هذا راه ما كيموتش، يعني دائما كاين تزايد على الوجبات السريعه كيف ما قلنا، يعني راه كيكونوا دائما يعني خارجين، راه كل شحال ما كانوا عندك بالنسبه للثمن ديالهم كيكون الثمن رمزي، لان داك الالمنيوم رخيص كيكون مثلا باكيه فيها 500 غتلقاها كتعمل واحد 150 درهم 200 درهم. علاش؟ لانهم كيتستهلكوا مره واحده، يعني ما كيتعاودوش يتستهلكوا، يعني ماشي كتغسلوا وكيوليو يعني يستعملوها مره ثانيه، لا يعني كيتستعملوا مره واحده صافي، يعني كياكلوا كيدو منهم الوجبه ديالهم صافي وكيتسيبوا، لهذا كيكون الثمن ديالهم رمزي. وكذلك الاخوان كيتباعوا بشكل كبير. يعني هذا هو المشروع اللي صراحه كيكون مربح بزاف. علاش؟ لان كيكون فيه يعني المبيعات بزاف والاستهلاك بزاف. اي مشروع كيكون فيه الاستهلاك بزاف والمبيعات بزاف كيكون مربح بزاف. علاش؟ لان دائما كاين الطلب، دائما كاين العرض وكاين الطلب، دائما خدام سواء في الشتاء او الصيف. تخدم مع كذلك مع الاوتيلات، يعني حتى الاوتيلات يعني كيستعنوا بهاد الاطباق، وانت تقدر فاش مزيانه الاخوان هاد الماكينه هادي تقدر تعمل يعني طبق بيرسوناليزي ديالك، يعني مغاير على اللي كاين في السوق، كتعدل له القالب ديالو ديالك كيف ما بغيتي، وكتعدل له يعني تقدر تحفر حتى اللوغو ديالك فيه، وكتكون يعني انت متميز على الاشخاص اللي كاينين في السوق. وكذلك الاخوان هذا المشروع هذا يقدروا يخدموا به النساء والرجال. كما كتشوفوا دابا حاليا راه كيبان لكم الات، الا ان هذه الالات راه كاين كبار. دائما فيما كنقدم لكم واحد الفكره راه كاينه الاله الصغيره ديالها وكاينه الاله الكبيره ديالها وكاينه الاله المتوسطه. علاش؟ المشروع دائما ملي غادي تبدا ما غاديش تبدا غادي تجيب الاله الكبيره اللي كاينه في السوق، لا كتاخذ الاله الصغيره وكتبدا بها بيد ما كتفرض راسك في السوق، من بعد كتجيب الاله المتوسطه، من بعد كتجيب الاله الكبيره، باش كيكون المشروع دائما متوازي. حتى ما يمكنش انت يلاه بادي وغادي تجيب واحد الاله كبيره اللي يعني اللي ما تعرفش كيفاش تخدمها واللي غادي تطلب لك اليد العامله. الاله الصغيره تقدر تخدمها غير راسك، اما الاله الكبيره تقدر تخدمها ولكن خصك اليد العامله، خص اللي يتكلف لك بالبلاصه اللي كتخرج والبلاصه اللي كتشارجي يعني يعني الالومنيوم الى غير ذلك، يعني تحتاج لك اليد العامله بزاف. وكذلك تحتاج حتى يعني ليسباس، يعني المساحه اللي غادي تكون فيها هذيك الاله حتى هي غادي تزاد عليك، يعني غادي تزادوا عليك مصاري. ولهذا الاخوان دائما كنقول لكم من فكره كتبدا بالصغيره وهي ماشى. الحمد لله حنا ملي بدينا ما بديناش هكذا، بدينا بماكينه صغيره وبدينا ماشيين حنا كنتوسعوا، وتوصلنا ان شاء الله يعني في المشروع ديالنا يعني حق قدرنا نبدلوا المحل الى غير ذلك. يعني هكذا دائما كيكونوا افكار، يعني الفكره كتجيها من التحت ما كتجيهاش من الفوق، كتجي من التحت وانت طالع حتى ان شاء الله كتوصل للمشروع ديالك. اذا اخوان نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. هذا كان معكم هشام الدمج مصمم اشهاري، تلقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. عليكم مبروك، سلامة. ما تنساوش تخلونا اللايكات وتشجعونا باش نستمروا دائما في المزيد ونقدموا لكم يعني اكبر يعني مشاريع اللي مربحه ان شاء الله. سلامة.